تم بسانتياغو شيلية تسليم المغرب 117 قطعة أحفورية نادرة يعود تاريخها إلى نحو 400 مليون سنة، كانت قد صادرتها الجمارك الشيلية بين سنتي 2017 و2022. واحتضن مقر المكتب الوطني بشيلي مراسم تسليم هذه القطعة الأثرية الفريدة إلى سفيرة المغرب بسانتياغو كنزة الغالي من قبل مديرة المصلحة الوطنية للتراث الثقافي ونائب مدير التفتيش في دائرة الجمارك الشيلية، بحضور ممثلين عن وزارات الشؤون الخارجية والثقافة والتراث والمصالح الجمركية والأمنية. كان حفل تسليم المغرب هذه القطعة الأثرية قد سبقه التوقيع على اتفاقية تعاون في مجال التراث الوثائقي بين المكتب الوطني للمملكة المغربية والمكتب الوطني للشيلي. ومواكبة لهذا الموضوع تنضم إلينا من العاصمة الشيلية سانتياغو سفيرة المغرب السيدة كنزة الغالي. سعادة السفيرة مساء الخير. مساء الخير سيدي. بداية يعني تهانينا الخالصة سعادة السفيرة على هذا الإنجاز، خاصة وأن الأمر يتعلق بمفاوضات استمرت لسنوات من أجل تحقيقه. بداية يعني هلا أطلعتمونا وأطلعتم المشاهد الكريم على القيمة التاريخية والأثرية لهذه القطعة، خاصة وأنها يعني كما ذكرنا تعود لتقريبا 400 مليون سنة. تماما، شكرا على الاستضافة. فعلا يعني من ابتداء 2017 إلى حدود الأسبوع الماضي كانت هناك مشاورات طبعا يعني بتوجيهات كذلك وبتعاون مع وزارة الخارجية المملكة المغربية ووزارة الخارجية الشيلي الثقافي. فحينما توصلنا بالخبر بأن هناك قطع أثرية توصل بها الشيلي وتم حجزها في الجمارك، تم الاتصال لأن المهربين أو الأساتذة أو هناك أو بعض الناس الذين أدخلوا هذه القطاع قالوا بأن هذا الأمر يعني مسموح به في المغرب. فإحنا أبدا كذبنا بأن هذا يدخل في إطار السرقة كذلك الموصوفة للمآثر المغربية، وأن المغرب يعني موقع على واحد مجموعة ديال الاتفاقيات من الاتفاقية ديال المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بشأن الممتلكات الثقافية، كذلك الاتفاقية ديال يونسكو، وأن كذلك الشيلي في نفس يعني في نفس المنحة. فتم توقيف وحجزها في الجمارك، تمت هناك يعني واحد المسح أركيولوجي للسنوات اللي قل، بحيث أن المهندس الخاص اللي سلمنا مع المكتبة الوطنية هذه المحجوزات قال بأنها كتعود إلى 400 مليون سنة، فلأول مرة يعني في التاريخ أو اللي عندهم أو في إطار العمل الثقافي كيحصل أو كتوقع بين يديه يعني مآثر محجوزة بهذه القيمة التراثية الإنسانية اللي كتتعدى يعني سنوات ضوئية اللي تم. والحمد لله يعني الشيء اللي كان متفاهم فمنذ البداية تم الإشعار ديالنا، وكانت هناك يعني مفاوضات ما بين المملكة المغربية والحكومة الشيلية حتى توصلنا في النهاية. كذلك كانت هناك عملية تهريب أخرى في 1922، كذلك تم حجز قطع أخرى من طرف الجمارك في الشيلي في المطار وخبرونا بها، فتمت يعني جمع الحجوزات وسلموا يعني بطريقة جد سليمة للمغرب الله يجزيهم خير، وهذا يدخل في إطار تعاون العلاقة الجيدة التي تربطه المملكة المغربية بدولة الشيلي. سأتحدث عن هذه النقطة، لكن أود أن أسألك عن أهمية استرداد المغرب لهذه القطع، خاصة وأن المغرب كما تعلمون سعادة السفيرة يعني يحرص حرصا شديدا دائما على مآثره وأيضا متمسك بشكل قوي بتاريخه. يعني هذا أظن بأن المملكة المغربية دأبت على هذا، وخصوصا يعني في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، فالمغرب يعمل دائما على أن يواكب الجهود الدولية في شأن محاربة التجار الغير المشروع بالممتلكات الثقافية. وليس هناك أهم من أن يستعيد المغرب يعني هذه التحف التي هي ملك للمغرب ولجميع المغاربة، والتي تعدى كما قلنا تاريخه وزمنه 400 مليون سنة. فحسب المهندس أو الخبير الذي قدم لنا في التقرير
بالمكتبه الوطنيه بالخزانه الوطنيه بالشيلي بان هذه ربما من المسائل القطع النادره او الوحيده المتفرده التي يمكن ان تقع بين يدي اي باحث. فالمغرب يعني يعتز بان عنده هذا التراث، وليس هناك اهم وهو اقل اعتزازا اخرى ان نستطيع ان نسترجع هذه القطع الى وطنها الام والى حاضرتها في المكان الذي يجب ان تكون فيه. نعم، وهذه مناسبة أيضا سعادة السفير للوقوف عند التعاون المشترك الذي يجمع المغرب بالشيلي في يعني كثير من المجالات، ومن بينها أننا نتحدث اليوم عن حماية الآثار الأحفورية التي تكتسي أهمية يعني تاريخية بالغة. أكيد، ويعني هذا دائما نواصل هذه ربما أول مرة بين المغرب والشيلي على أنه يتم استرجاع أو استرداد وتسليم هذه يعني المحجوزات الثقافية بالجمارك، إلا أنه هناك اتفاق ثقافي مع بين المغرب والشيلي لسنوات متعددة، ونحن من حوالي سنتين احتفلنا بستين سنة من العلاقات الدبلوماسية المتميزة بين المغرب والشيلي، وفي نفس الإطار استطعنا كذلك أن نوقع على اتفاقية شراكة والتعاون بين المكتبة الوطنية للمغرب المملكة المغربية والمكتبة الوطنية كذلك للشيلي، التي ربما تم التفاوض أكثر من أربع سنوات، ونحن نحاول التوصل إلى صيغة ترضي الطرفين بشأن هذا التعاون، والحمد لله كان في نفس اليوم يعني كان بالحقيقة عرس ثقافي بالنسبة للمملكة المغربية ولسفارة المملكة المغربية بدولة الشيلي أن نسترجع ممتلكاتنا التي هي هذه المحجوزات الأثرية، وكذلك توقيع اتفاقية شراكة بين الخزانة الوطنية المغرب وكذلك نظيرتها بالشيلي. السيدة كنزة الغالي سفيرة المغرب بالشيلي، شكرا جزيلا لكم على هذه التوضيحات وعلى هذه المشاركة معنا.